بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عشان الزمار ما بيخبيش دقنه، ما حدش يقول لي أخطاء. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعدكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة 898، جاية قبل ساعات من اللقاء المهم والمرتقب للأهلي في تونس. لكن ما اعرفش ليه المهندس عدلي شايف الزمار ما يخبيش دقنه. ما هي دلوقتي الاخطاء كانت بتتعمل باستحياء، انما دلوقتي ما بقاش في حياء، سقط البرقع والزمار مش بيخبي دقنه. وش كده، وان كان عاجبكم هنشوف، ان كان عاجبنا ولا مش عاجبنا. لكن الاول نشوف ايه اللي هيعجبنا في عناوين الحلقه. كل الترجي ل 12 يا اهلي، فن فبركة المتفبرك، خلص الكلام يا لجنة الحكام، ارفعوا ايديكم عن المنتخب، واخيرا منوعات من هنا وهناك. الاهلي النهارده أدى التمرين الأولى له في تونس، البعثة كانت وصلت امبارح قبل منتصف الليل. النهاردة المران الأول للأهلي أداها على الملعب الفرعي لاستاد حماد العقربي في رادس، استعدادا لمباراة الترجي اللي هتبقى الساعة 10 مساء السبت إن شاء الله، ذهاب نهائي دوري الأبطال.